ومن العلامات الصغرى للساعة ظهور نار الحجاز. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. بصرة مدينة في الشام. يعني إذا خرجت هذه النار، وقد خرجت في القرن السابع عام 54 و600، يعني 654 للهجرة خرجت هذه النار، وكانت نارا عظيمة خرجت من المدينة. ويقول النووي: أدركتها، أدركها النووي رحمه الله، قال في المنهاج: خرجت في زماننا نار بالمدينة من جهة المدينة الشرقية وراء الحرة، وتواتر العلم بها في بلاد الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. وكذلك قال ابن كثير في النهاية، قال: إن غير واحد من الأعراب في الشام رأوا هذه النار وقد أضاءت أعناق الإبل ببصرة. وكذا قال القرطبي في التذكرة، وكذا نقل ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح. وهذه ليست النار التي تحشر الناس قبل القيامة، لا، النار التي تحشر الناس قبل يوم القيامة سيأتي لها حديث إن شاء الله تعالى.